الحكام النرويجيين طبعا اللي موجودين النهارده للقاء وبيحكموا اللقاء، موجودين في ارض الملعب طبعا بيكشفوا عليه بشكل مستمر. بص يا محمد، الاهلي ملك الارقام بفضل الله تعالى في افريقيا مش في مصر، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت واخد 35 بطوله في الكاس و20 مره بتجمع بين الدوري والكاس، 20، ما فيش حد بفضل الله تعالى محطم الارقام دي غير النادي الاهلي بلاعبيه واجهزته وجمهوره، وقبل ده توفيق الله سبحانه وتعالى. طبعا هي مباراه حقيقيه، واخد بالك؟ يعني الفريقين وصلوا عن جداره نهائي كاس محمد. رقم واحد ان الفريقين وصلوا للنهائي عن جداره. أيوة. الاهلي بمشواره عن جداره بالقدرات اللي عنده، بالجاهزيه، بالتعب، بالجهد، بالكفاح، بالاخلاص، بالفنيات. وزي ما قلت اخر ماتش سموحه فرق كلها كبيره جدا، اهلي عن جداره، برضو المصري عن جداره، اخر ماتش ليه الزمالك، قبل الزمالك انبي، خد بالك الفنيات هنا وفنيات هنا. فمباراه حقيقيه لفرقتين وصلوا عن جداره، عن جداره فعلا النهائي. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان المفروض تبقى مباراه كبيره جدا يا محمد في الفنيات، لان حسام يملك وحسام يملك والاهلي يملك والمصري يملك، كل دي امور بامر الله تعالى موجوده. فالطبيعي جدا ان هنا بقى قمه الابداع وقمه التخطيط وقمه النظام الفني اللي من الفرقتين. انا من وجهه نظري ان مصري بطموحه وبقدراته وبتنفيذه وبروحه وبشغله الفني، وانا عارف انه حسام حسن بيفكر ازاي فنيا مهم جدا، وفي نفس الوقت اكيد برضه حسام البدري محمد بيفكر بخبرات، خبرات حسام البدري تطلع النهارده ان شاء الله، لانه يملك القدرات ويملك التاريخ ويملك المواجهات، كل حاجة الحمد لله بفضل الله تعالى يملكها النادي الأهلي، يملك الثقة، يملك الأداء، يملك العروض، يملك الجاهزان، يعني دي مهمة جدا يا محمد. فالجانب الفني من وجهة نظري له شكل تاني وله أبعاد تانية عن طريق خبرات كبيرة جدا، وعن طريق إن مدربين فترة في الملعب بيكسبوا، المكسب بيجيب الثقة، الثقة بتخلي المدرب يبدع ويتألق، الفوز بيخلي المدرب بيبتكر ويطلع ويعمل. فأنا من وجهة نظري إن المباراة في الملعب مش سهلة. حسام حسن برضو مدرب مش سهل، بيحفظ، بيجهز، بيوظف كويس قوي، بيشتغل مع فرقته، وانا عارف واخد هو يعني من كابتن جواري احفظ ونفذ، واحد اتنين تلاته، هو ده مجموعه وظائف بيشغلها حسام البدري للاعبيه عن طريق الفيديو وعن طريق الملعب وعن طريق السبوره كويس قوي، وفي نفس الوقت بيزرع فيهم الروح والقتال والحماس والالتزام ده المصري لحد ما نتكلم في الجانب الفني. الاهلي طبعا خبرات لعيب النادي الاهلي هي الاكبر، هي الافضل، هي الاحسن، مع طبعا خبره كبيره جدا الكابتن حسام البدري. رجال عندهم ثقافه البطولات، ثقافه الفوز. من وجهه نظري بقى المدرب اللي عنده الحنكه والخبره هو اللي هيسير المباراه زي ما هو عايز، ويقدر ياخد اللي هو عاوزه، هي الاهداف، الفوز، دي بقى عند اثنين، توفيق الله سبحانه وتعالى ثم حسام البدري وحسام حسن. عشان كده كابتن ناخد من على لسانك الكلمه، هل دايما بنتكلم كابتن وليد الحاله الفنيه للاعبين؟ طبعا. ليه ما بنتكلمش على الحاله الفنيه للمدربين اثناء المباراه؟ كلامك مظبوط 100%، وسؤال رائع، سؤال رائع. بس دايما المديرين الفنيين بيقيموا بعد المباراه عايز اقول بايه، مثلا بشده، بقوه، بتعنيف، يعني انت لو في مدير فني غير غلط في المباراه على طول الجماهير او الخبراء او الاستوديوهات على طول بتلومه.